السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وغادي مع رمضان مزيان. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو جيت نعاود لكم واحد القصه اللي عجبتني، شفتها في واحد الفيديو، قررت حتى انا ندير عليها فيديو ونقولها لكم. نتمنى انها تعجبكم وتفيدكم. القصه هذه كتحكي ان واحد السيد كان خدام في واحد الشركه، اجير خدام عند واحد السيد. المهم كل مره كياخذ عنده افونس ولا كريدي باش يقضي الحوائج ديالو، بقى كياخذ 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 حتى تراكموا عليه دوك الديون ولا داك لافونس ولا واحد القدر كبير ديال المال، يعني ما يقدرش انه يرجعه في ديك اللحظه، وما ما عنده حتى حل انه يا غادي يرجع يا غادي يمشي للحبس. ففاش مشى عند المدير ديالو قال ليه اش كاين اش كاين، قال له عندك واحد الحل، قال له عندك 10 ايام، من هنا ل 10 ايام غادي تعطي لاطاك الخدمه، غادي تخدم مزيان وغادي نسمح لك في داك الدين اللي كان عليك، وغادي نعطيك واحد الاجر مازال من فوق هذا الشيء. يعني كيف ما كتشوفوا هذا الاجير هذا غادي يقول ايه ضروري غادي نخدم باش نحيد هذا الدين هذا. القصه المفاد ديالها ان هاد العشر ايام هذه هي العشر الاواخر من رمضان المبارك، ودوك الدين اللي على داك السيد هما الذنوب اللي علينا حنا كاملين، ما كاينش شي واحد ما عليهش ذنب في هاد الدنيا هذه، يعني كاملين كون كان عندنا حنا هاد الدين هذا كاملين غادي نبغوا نحيدوا داك الدين داك باش نبقاو مرتاحين. وديك الخدمه اللي قال لي خاصك تعطي لاطاك في هاد العشر ايام الاخرى هي قيام الليل، هي قيام الليل، قراءه القران، التسبيح، الاستغفار، باش ربي ان شاء الله يغفر لنا في هاد العشر الاواخر هذا. نتمنى ان هاد الفيديو هذا عجبكم وتبارطاجيوه مع الناس، وغادي نوريكم واحد شفت واحد الفيديو اخر كيهضر على تقسيم هاد العشر الاواخر شنو تقدر دير فيها في الليل، يعني من بعد صلاه العشاء والتراويح غادي تاخذ واحد ساعتين ديال ساعتين ولا ساعه ونص ديال قراءه القران. حنا في المغرب هنا كيأذن العشاء مع 8 وشي حاجه، المهم قريبه ديك 8 و 45 يمكن. المهم حنا نفترض غادي نديرو من 9 حتى ل 11 قراءة القرآن، ملي نصليو التراويح غادي ندير واحد ساعتين، نقولو حنا كاع من 10 حتى ل 12 قراءة القرآن، ومن بعد غادي ندير واحد ساعة ونص ولا، المهم كيتسمى التهجد، يعني تصلي فيها واحد 10 الركعات 20 15 12 داكشي علاش قديتي، ومن بعد ان شاء الله غادي تجلس تستغفر الله وتذكر الله، وان شاء الله راه ربي قال لك في هاد العشر الاواخر ولا من غير العشر الاواخر اي عبد جا طلب يعني طلب التوبه وطلب الله يحقق ليه شي حاجه ما كيردوش بايدي خاوين في هاد العشر الاواخر، ويكون هذا الشيء لوجه الله، يعني ماشي تصلي باش ولا تقول للناس راه مشيت كنصلي قيام الليل ولا هادي، داك الشيء يكون بينك وبين الله، تكون نيتك حسنه ان ربي يتوب عليك في هاد العشر الاواخر هذا. المهم هذا هو الفيديو، نتمنى انه يعجبكم وتبارطاجوه مع الناس. ما غاديش نقول لكم ديروا جيم ولا ابوني ولا شي حاجه، انا بغيتكم غير تبارطاجوه مع الناس، الى غير 5 الناس ولا 6 الناس نفعهم هذا الفيديو داروا هذا الشيء في هذا رمضان المبارك، وغفر لهم الله حتى حنا يكون عندنا اجر. هذا ما كان تهلاو في راسكم والله يغفر لنا ولكم كاملين.